السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة كنتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال تكونوا بخير وعلى خير وتكون إن شاء الله أموركم كلها مزيانة فيديو جديد متأكدة متأكدة البنات الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم أول حاجة قبل ما نبدأ معكم ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم من تعليقاتكم فاش كنقوليكم لكم خليوا لي واحد اللايك ولا واحد تعليق غير البنات من باب التشجيع ومن باب الدعم كما قلت لكم الفيديو ديال اليوم غادي تحماقوا عليه فيه ميزات ديال اكسيون اللي كيحمقوا كيسطيو حويجات اللي غزالين البنات راكم عارفين مؤخرا ولا هنايا اكسيون في ايطاليا في بعض المدن الكبرى مثلا ميلانو تورينو ولكن كيبقى بعيد على بزاف ديال البنات فانا اليوم جبت لكم هذه الأكسيون ديال اكسيون الدار كل شيء هادشي وصلني من عند الاخت نوال غادي نخلي لكم الرقم ديالها هنايا في الفيديو ومعلق في اول تعليق تواصلوا معها عبر الواتساب اي حاجه تشهيتوها من هذه الحويجات ديال اكسيون معنات اكسيون اي حاجه كانت عاجبكم غير صوروها وصيفطوها ليها كتوصل حتى لباب الدار الاخت نوال تقريبا في النواحي ديال ميلانو كتمشي تقريبا كل اسبوع الأكسيون راكم عارفين كيحطوا فيه الجديد نهار الاربع والناس كتخاطف على هذه الحويجات فهي كتقدا هذه الحويجات وكتوصلهم لكاع الكليانات ديالها حتى لباب الدار الشمال ديال ايطاليا فين ما كنتي فين ما كنتي في الشمال في الجنوب في الوسط ديال ايطاليا فين ما كنتي غتوصل لك هاد الحويجات ديال اكسيون حتى لباب الدار راكم عارفين التوصيل هنايا في ايطاليا راه ما غاليش من صفر حتى ل 30 كيلو كيبقى بواحد الثمن اللي رخيص بزاف البنات فكنصحكم تواصلوا معنا نوال اللي غنخلي لكم الرقم ديالها كما قلت لكم هنايا في الفيديو ولا معلق في اول تعليق تواصلوا معها عبر الواتساب قولوا من طرف نزهه اي حويجه مشهينه ديال الأكسيوم اي حاجه عجبكم كتشوفوها في في الانستغرام خليو لها غير الصوره راه هي كتقدى هاد الحويجات ما كتزيدش بزاف البنات اتمينا في المتناول بالنسبه لي انا البنات مزيانه لان انا اكسيون بعيد عليا تقريبا بساعتين ديال المكانه ديال الطريق يعني خصني على الاقل على الاقل واحد 25 واحد 30 اورو ديال المازوط فبالنسبه ليا انا ما غاديش نضيع الوقت ما غاديش نوض الصباح بكري خصني نمشي نهار لأربع باش نلقى الجديد خصني نخرج الصباح بكري من الدار نجي معطله نضيع الوقت نخسر فلوس المازوت فانا ول قربات لي هادشي حتى لباب الدار يعني تواصلت معها عبر الواتساب قلت لها بغيت هاد الحاجه وهاد الحاجه واد الحاجه واد الحاجه جاوني في خلال مع في يومين ولا ثلاثة ايام من بعد ما انا خساريت كل شيء فكنصحكم انكم تتواصلوا معها كما قلت لكم اثمنه معقوله عندها ما كتزيدش بزاف وكتوصل كل شيء اون حتى حاجه ممارسة راكم عارفين اغلبيه الحويجات ديال اكسيون كيكون كي فيهم الزاج كل شيء مغلف على حقه وطريقه وصلني حتى للدار فخليكم معايا حتى الفيديو غادي غنش غنش نشارك معكم كاع الحويجات اللي وصلوني اول حاجه البنات غادي نشارك معكم هاد السيبوره هذه اللي فيها الفوق والتحت ديال الخشب زوينه البنات كانت محمقاني كنت كنشوفها هكا عند البنات في الانستغرام ولا في الفيديوهات زويونه الشكل ديالها راه كدور فيها واحد اللعيبه لتحت اللي, اللي كدور شفتوا فيها الفوق والتحت هذه غتجي زوينه في رمضان وسط الطابله تقدروا ديروا فيها مملحات بسيطة صغار تقدروا ديروا فيها بيتزات بزاف ديال الحوايج انا غادي نركبها ونوريكم الشكل ديالها هانتوما البنات من بعد ما ركبتها شكيلها زويون كيمكن لكم تستعملوها هكا وحده فوق وحده وكما كيمكن لكم تستعملوها الطبيصلات كل واحد بوحديتو راه صحيحه البنات وكدور كيف ما شفتوا فيها هاد اللعيبه هادي لتحت باش كتبقى تدور وسط الطبله صراحه زويون الشكل ديالها شفتوا معايا زويونه تجي هكا وسط الطبله ديروا فيها مملحات لي بغيتو خديت حتى هاد البلاطو هذا ديال الخشب اللي كيجيو معاه الزليفات ديالو والمعلقات الكويسات هذا زوين حتى هو بالنسبه لي تشيبس لي صوص شفتوا ديالو انا غادي نوريه لكم حليتو غنوريه ليكم ها البنات هذا شكلو كيجي البلاطو ديال العود ومعاه ثلاثه زليفات الزليفات والكويسات هكا لي صوص وسط الطبله غزال صراحه الشكيل ديالو شفتو زويون خديت البنات هذه ديال الخبز زويون الشكيل ديالها كيجي معاها الموس وكتجي معاها هاد القراده هادي ديال العود فوقاش تقطعوا الخبز هادي فيها ثلاثه ديال الالوان كان فيها الاحمر والكحل والبيض انا عجبني هاد اللوين هذا ها انتم راه معاها الموس ما بغيت نحل حتى حاجه قلت حسن شارك كل شيء مع البنات معاها الموس وفيها هاد فيها هادي ها انتم كتديروا فيها هنايا الباكيط ولا الخبز ديال الساندويتش الخبز ديال التوست وكتغطيوها زويون الشكيل ديالها البنات هذه كتقطعوا فوقها الخبز شفتوا مع الموس ديالها زويون الشكيل ديالها كما قلت لكم راه فيها ثلاثه ديال الالوان عارفه بزاف ديال الناس كيحمقوا على هاد البلاطويات ديال اكسيون هادو الناس من الجديد ديالو هادو اللي بالوريده فنين الشكيل ديالهم غزالين خديت منهم جوج شوفو معايا لي ديتاي ديالهم كيفاش دايره ما تخافوش واخا الزاج راه كلشي كيوصل مزيانه البنات كتمباليه وكتغلفو مزيان شوفوا معايا شكيلهم فن البنات ديروا فيهم بزاف ديال الحويجات تحطوهم وسط الطبله ديروا فيهم مملحات ديروا فيهم اي حاجه تحطوهم هكا فوق في البيت نعاس ديروا فيهم قريعات ديال الريحه تستعملوهم بزاف ديال الحويجات غزالين خديت منهم جوج البنات هادو وخديت من هادو البنات حتى هما جوج زويون الشكل ديالهم شوفو معايا لي ديطاي كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون واضح عندكم في الفيديو شفتو معايا هادو كيجيو الشكل ديالهم اوفال غزالين حتى هما خديت منهم جوج انا مضروبه اي حاجه خصني من ناخذ منها جوج جوج من الحاجه ما عرفتش هاد القاعده اللي فيها المهم البنات هادو حتى هما خديت منهم جويجات هادو يجي فيهم بحال هكا الفقاس حتى هما يجيو فنين في, في الطبله ها ما خديت منهم جوج خديت هذا هذا حتى هو كنت باغيه ناخذ منه جوج ولكن ما بقاوش حتى المره الجايه حتى هو الشكل ديالو غزال البنات شوفوا معايا هذا تقدروا ديروا فيه حتى الكويسات ديال اتاي والبراد لانه كبابر غزال حتى هو شكله شوفوا فن هذا فيه الالوان فيه الذهبي وفيه هذا اللون هذا ان شاء الله سال المره الجايه نزيد منه واحد زويون خديت البنات هادو تا ما خديت منهم جويجات هادو كتحط فيهم الشميعه وكيدار وسط الطبله شفتوا شكلهم زويون خديت منهم جوج خديت هاد القريعات هادو ديال الزيت هادو البنات يوم ثلاثه ديال الالوان فيهم هاد الكحل وفيهم اللون الصفر وفيهم اللون الكري اللي, اللي بغيتو نتوما شفتو خديت منهم حتى هما جوج غنديرهم في الكوزينه وحده ندير فيها بحال هكا الزيت البلديه وحده ندير فيها الزيت الروميه زويون الشكل ديالهم ها آه ما تقريبا راه كيعلين كيهزوا نص اجيو تشوفوا لي البنات الزاز هادو اللي حمقوني غزالين غزالين بزاف هادو البلاطو كيتباع بوحديتو وهادو بحال بونبونيرات حتى هما لوحده بوحديهم وانا خديت منهم ثلاثه ودرتهم فهاد البلاطو هذا جاو فيه قد قد غزالين البنات كيحمقوا هادو راه حتى هما البنات ديال الزاج فيهم الرجيلات فنين في بالغطيوه ديالهم انا غنحلهم باش تشوفوهم ها نتوما البنات البلاطو بوحدي كيجي هكا طويل ممكن تاخذوا البلاطو بوحدي كما ممكن تاخذوا حتى هادو انا خديتهم صراحه على قبل رمضان بحال هكذا نحطهم وسط الطبله ندير وحده فيها التمار مثلا وحده فيها الشباكيه وحده فيها البريوات يجيو وسط الطبله غزالين ها نتوما البنات راه ديال الزاج كما قلت لكم بالغطيوه ديالهم فنين كيحمقوا تقدروا ديروا فيهم حتى مثلا بحال هكذا النعناع السكر اتاي بحال الشكل ديال الفنيقات متعددين الاستعمال دي تقدروا ديروا فيهم بزاف ديال الحويجات لو شوكولا ولا الحلوه خزانين البنات تشكيلهم شفتوا معايا انا خديتهم ان شاء الله على قبل رمضان فنين بحال هكا ثلاثه جاو فيه قد قد شفتوا غزالين البنات كيحمقوا هادو احسن حاجه اللي عجبتني في هاد في التقديه هادي كامله صراحه شوفوا لي البنات هاد السليله شحال كيحمقوا فنين غزالين انا خديت صغيورين غزالين تقدروا فيهم محيب ديروا فيهم الغرس محيبقات قاس بحال هكذا ديروا فيهم بزاف ديال الحويجات ديروهم في الحمام ديروا فيهم فيطات المهم انا هاد المره خديت هاد الزويجات صغيورين راه فيهم الاحجام ان شاء الله المره الجايه ناخذ جوج يكونوا شويه كبارين غزالين البنات شكيلهم شوفوا بحال داك الشكل ديال الدوم هانتوما باليديدات ديال ديالهم راه كبارين راه يهزو شوفوا معايا خديت منهم جوج كنتمنى البنات ما نكونش طولت عليكم في فيديو بغيت نوريكم كل حاجه بالتفاصيل باش حتى نتوما هكا تشوفوا كل شيء مزيان في الفيديو واخر حاجه خديت هاد لي ماسك هادو خديت هذا ديال الالويفيرا هذا البنات راه للوجه للجسم والدين كنت كنشوفو بزاف عند البنات زويون هذا ديال اكسيون وهاد الكوماج هذا ديال القهوه كراب ديال القهوه في ريحته الريحه ديالو ديال القهوه نيت البنات وخديت هادو خديت هاد لي ماسك هادو ديال الرجلين راه مشهورين في في اكسيون خديت هادو حتى نجربهم وديك الساعه ان شاء الله نعاود نزيد منهم هادو راه بحال التقشيره البنات كتلبسوهم وكتخليهم تقريبا انا قريت ما بين 15 حتى ل دقيقه هذا خديته بالخزامه وهذا بلافوكا هذا ان شاء الله حتى نجربهم ونقول لكم نقول لكم كيفاش دايرين كاتبين بانهم كيعطيو الترطيب هذا فيه الزبده ديال الشيا وفيه الفيتامين ا المهم ان شاء الله حتى نجربهم هادو هما الحويجات اللي خديت هاد المره وقلت ضروري ما نشاركهم معكم كما قلت لكم البنات اي حاجه مشهينه ولا باغينه ولا عجبكم من اكسيون تواصلوا مع نوال غادي نخلي لكم الرقم ديالها معلق هنايا في الفيديو وفي اول تعليق قولوا لها من طرف نزهه وان شاء الله اي حاجه عجبكم توصلها لكم حتى لباب الدار حويجات صراحه اللي كيحمقوا زوينين واكثريه البنات عجبوني هادو ان شاء الله لرمضان كما قلت لكم ندير فيهم هكا البريوات التمار سلو كيحمقوا وسط الطبله كنتمنى هاد الحويجات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم ما تنساوش البنات الا معنا والو قولوا من طرف نزا راه غادي تصايب معكم الثمن كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم تعليقاتكم وبالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي مع ميزات جدادين وشهوة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ونهاركم مبروك